الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان. فماذا يحل بزوجها إن طلقها ثلاث طلقات؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة فلا تحل له حتى تتزوج من غيره زواجا صحيحا وعن رغبة. وهل هناك زواج صحيح وزواج فاسد؟ نعم، هناك زواج فاسد إن كان بنية التحايل وتحليل المرأة لزوجها الأول دون وجه حق. فهناك مع الأسف الشديد نوع من الرجال يقبل أن يأتي بتيس مستعار لزوجته مقابل المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وكل من يتحايل على شرع الله ليصل إلى مبتغاه فهو ملعون من الله ورسوله والمؤمنين. قال المفسرون: الحكمة من تحريم الزوجة المطلقة ثلاثا من زوجها أن يرتدع الزوج ويتألم فيمسك لسانه. ولا بد أن يكون الزواج الآخر زواجا صحيحا كامل الأركان والشروط عن رغبة في الاستمرار وليس بنية التحايل على شرع الله. روت لنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن زوجة طلقت من زوجها الأول ثلاث طلقات ثم تزوجت من رجل آخر لا رغبة له في النساء، فهل لها أن تطلق منه وتعود مرة أخرى إلى زوجها الأول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا كناية على النكاح والوطأ. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت العدة فلا إثم على الزوجة والزوج الأول أن يتزوج زواجا جديدا بعقد جديد ومهر جديد، وذاك إن غلب على ظنهما أن يقيما حدود الله وأحكام شرعه وأن يقوم كل منهما بحق صاحبه من حسن العشرة والمودة والرحمة. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك أحكام الله يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده فينتفعون ويتدبرون ثم يعملون. وعلم بلا عمل لا طائل ولا فائدة منه. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.